أكيد مشاهدينا، نحن هلأ بدنا ننتقل لإسطنبول مع زميلنا غسان ياسين، مدير تحرير موقع أورينت نت. صباح الخير غسان. صباح الخير غسان. صباح الخير جنيت أوهاني، صباح الخير المشاهدين وقراء أورينت نت. أحداث ميدانية وسياسية حاولنا نرصدها في الأورينت نت. في الأمس وصلت يعني من مصدر خاص للأورينت نت أن السيد ستيفن دي مستورا المبعوث الدولي طلب زيارة الهيئة العليا التفاوضية في الرياض، ومن أجل يعني محاولة، أولا يريد لقاء الهيئة، ثانيا يريد إضافة 5 أسماء أغلبها أسماء إشكالية، منها صالح مسلم، جهاد مقدسي، وأيضا رندا قسيس. طبعا الأسماء التي يريدها إضافتها إلى الهيئة هي أسماء إشكالية، يعني كما قلت بعضها غير مقبول من قبل طيف واسع من المعارضة، وتحديدا يعني صالح مسلم والميليشيا التي يقودها. وايضا اللافت في الامر هو الضغط ديمستورا من اجل ادراج رندا قسيس ضمن الوفد. رندا قسيس التي كانت وصفت المجتمعين في الرياض سابقا بانهم خونه، وقامت بهجوم هجوم شنيع على المجتمعين وعلى المملكه العربيه السعوديه. لكن المعلومات اللي وصلتنا ايضا تقول ان هناك تحفظات على مشاركه صالح سالم، لكن ربما يتم يعني قبول مشاركته او من يمثله في الوفد، لكنهم بالمجمل رفضوا ان تكون رندا قسيس موجوده داخل هذا الوفد. وعمل بمبدا الرد، يعني رد حق الرد داخل صحيفه اورينت، على موقع صحيفه اورينت. وصلنا يعني بعد ان نشرنا الخبر وصلنا فجر اليوم رد توضيحي من الهيئه تنفي حقيقه ان السيد ديمستورا حاول يعني إضافة هذه الأسماء، لكن حقيقة هذا يدل على مدى التخبط الكبير الذي تعيشه الهيئة التفاوضية. يعني الهيئة التفاوضية اجتمعت الأسبوع الماضي من أجل أن تنهي أسماء وفدها، لكن حتى الآن لم ينتهوا من إعداد قائمة نهائية، حتى عدد الوفد الذي سيذهب لوفاض النظام غير محدد. تحدثوا بالبداية عن 15 عضو، الآن العدد ارتفع ربما لأكثر من 20، لكن حتى الآن الأسماء النهائية لم تكتمل بسبب التباينات والخلافات الكبيرة، سواء داخل يعني أروقة الهيئة أو حتى في الدول الداعمة. كل دولة تريد فرض أسماء معينة، روسيا تضغط باتجاه أسماء معينة، أسماء هي قريبة إلى النظام أكثر منها إلى المعارضة، يعني كالسيد قدر جميل هو بالنهاية كان نائب رئيس حكومة لدى بشار الأسد، لا يعقل أن يكون ضمن وفد المعارضة، لذلك الموضوع غير محسوم حتى الآن. في موضوع أيضا متعلق يعني ويدل على مدى التخبط الذي يعني تعيشه الدول التي تتحدث عن حل سياسي. أيضا في الأمس الأول دعت الصين من أجل أن تعقد لقاء في الصين يجمع المعارضة والنظام، يعني هي دعوة من وزير الخارجية الصيني، لكن حتى الآن لم توجه بشكل رسمي إلى أطراف المعارضة وحتى إلى النظام. لكن يعني هذه الدعوة حقيقة تدل على مدى التخبط الذي تعيشه القوى الدولية ورؤيتها للمسألة السورية، يعني بعد القرار الأخير، القرار الذي لم يكن مرضيا بطبيعة الحال للسوريين. في أول رد فعل رسمي أو رد فعل من قبل زعيم ميليشيا حزب الله على مقتل سمير القنطار في جرمانة في دمشق، يعني خرج في الأمس على شاشة المنار كالعادة يهدد، طبعا هو اتهم إسرائيل بشكل واضح بتبريز العملية، لكن الرد يعني الذي يتحدثون عنه هو رد بطبيعة الحال لن يأتي. يعني منذ تقريبا 10 سنوات قتل عماد مغنية في وسط دمشق، وحتى الآن هم ينتظرون اللحظة المناسبة، كما النظام الذي دائما يقول أنه سيرد في الوقت والزمان المناسبين. اللافت في كلمة زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في الأمس هو وضعه لصورة سمير قنطار داخل خريطة فلسطين ومستخدما العلم الإيراني، يعني هذه دلالة واضحة على تبعية الحزب المطلقة السياسية والعقائدية لإيران. يعني هذه حقيقة هذا أثار استياء يعني معظم اللبنانيين والفلسطينيين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الجميع وضع علم إيران على صورة فلسطين. يعني هذه لها رمزية كبيرة، يعني هي رسالة إلى اللبنانيين وإلى كل القوى في المنطقة أن حزب الله هو بالنهاية بندقية مأجورة، بندقية إيرانية، هو ليس مكون لبناني ولا حتى مكون ينتمي إلى المنطقة. وما فعله بالأمس حسن نصر الله من وضع علم إيران على صورة فلسطين أكبر دلالة على هذه التبعية.
ايضا يعني في ردود الفعل على مقتل سمير قنطار في دمشق، طليقة سمير قنطار يعني قالت في الامس بشكل واضح يعني ايضا ان سمير قنطار لم يكن يقاوم اسرائيل، كان يقتل اطفال ونساء سوريا، لذلك هو لا يمكن ان تسميته لا بالشهيد ولا حتى ولا بالبطل او بالرمز. وتقول ايضا ان يعني من يذهب الى سوريا ويقتل أطفال السوريين تحت أمرة وتحت بندقية إيران وحزب الله لا يمكن بطبيعة الحوال أن يكون مقاوما. هذا رد فعل طليقة سمير قنطار زوجته السابقة. في الأخبار الميدانية في الأمس يعني حقيقة هناك معارك مستمرة حتى الآن، بعد أن كانت هناك تقدم طفيف لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي وتحديدا في بلدة خان طومان، قام الثوار بشن هجوم معاكس كبدوا خلاله الميليشيا الشيعية وقوات النظام خسائر كبيرة، والمعارك تدور حتى الآن. هناك حديث عن عمليات كر وفر داخل مدينة خان طومان، المعارك محتدمة منذ 3 أيام. وأيضا في ريف حلب الشمالي تمكنت غرفة عمليات فتح حلب والكتائب المقاتلة في الشمال من استعادة قرية كانت يسيطر عليها تنظيم الدولة، قاموا باستعادتها بالكامل وتحقيق تقدم جديد على تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي، قرية محاذية للحدود التركية. في الأورياد نحن دائما نحاول رصد ما يجري في المناطق التي تخضع لسلطة النظام. في الأمس حقيقة تحدثنا عن الأسعار المرتفعة للمواد بشكل عام وتحديدا الخضار، وكان اللافت هو سعر مادة الكوسة، كان يعني حقيقة يعني تعليقات ساخرة كثيرة حاول مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وصل سعر كيلو الكوسة إلى 1000 ليرة. يعني أحد المغردين قال على حسابه الشخصي أن بنك ديمو بنك داخل سوريا يقدم قرض جديد من أجل شراء الكوسة. يعني تعليقات حكومية يعني تدل على استياء المواطنين وعدم قدرتهم على يعني مجاراة هذه الأسعار، انخفاض القدرة الشرائية نتيجة يعني انخفاض قيمة الليرة ونتيجة في بعض مناطق التي لا خارج سيطرة النظام تتعرض لحصار كبير. لذلك في هذه المادة حاولنا رصد ردود أفعال السوريين على ارتفاع الأسعار، وكان للكوسة نصيب كبير من هذه التعليقات التهكمية التي يعني تدل على استيائهم، وربما أيضا يعني حالة التذمر الكبيرة التي وصل إليها السوريون في المناطق التي يسيطر عليها النظام. عموما هذا كل ما لدينا في هذا الصباح، ويستطيع قراء الأوريات نت أيضا الدخول للموقع ومتابعة كل ما يجري لحظة بلحظة. نحن دائما في حالة متابعة سواء الأخبار الميدانية أو الأحداث السياسية على مدار الساعة. نعم أستاذ غسان، بخصوص موضوع الكوسة أنا هلأ نسيان شوي، على حد علمك قد كان سعر الكيلو قبل الثورة؟ يمكن كان الكيلو بأقل من 10 ليرات أو قد كان وقتها؟ تقريبا يعني بهذه الحدود الكيلو يتراوح بين 5 و10 ليرات في احسن الاحوال. يعني فشكلك بتحب المحشي ان شاء الله صحه هنا، بس ما تشتري ب 1000 ليره يا هادي. لا اكيد اكيد لا. لا طبعا المحشي كتير طيب، وخاصه مع الباذنجان والقرع وهيك. بس هلا هو من هلا هو موسم الكوسه تقريبا، هو موسم الكوسه هلا ممكن للصيف يعني شوي. للصيف شوي بس. لا هو الكوسة ما بتنقطع يعني ما إذا بتنقطع. بتحس طبعا هو الكوسة يعني هو موسم الأساس في الصيف. نعم لكن بطبيعة الحال حتى يعني في الأوضاع الطبيعية الكيلو كان يتراوح في هذه يعني في مثل هذا الوقت من العام بحدود 50 ليرة كحد أقصى، هذا السعر الطبيعي لمادة الكوسة. لكن 1000 ليرة حقيقة رقم جدا كبير، يعني لا يستطيع أي عائلة شراء هذه المادة بسبب انخفاض القدرة الشرائية بشكل عام في سوريا، سواء المناطق المحررة أو المناطق التي تخضع لسلطات النظام. نعم أنت أستاذ غسان كيف شايف المستقبل، لأن هيك الوضع الاقتصادي أكثر في ظل الأحداث اللي عم بتصير هلأ حاليا؟ يعني للأسف نقولها الأوضاع متجهة إلى مزيد من السوء. يعني أولا الأسعار ستستمر في الارتفاع بسبب فقدان الليرة لقيمتها، يعني الدولار تقريبا حدود 1 دولار يساوي 400 ليرة سورية الآن في سوريا سواء في مناطق محررة أو مناطق نظام. لكن بسبب يعني طول عمر الحرب التي تجري الآن الليرة مهيئة للانهيار بشكل أكبر، لذلك يعني يجب على الأقل نحن كمعارضة في المناطق التي نسيطر عليها إيجاد حلول بديلة من أجل يعني
الناس ان تشعر بالاقل بالحد الادنى ان يعني حاجياتها اليوميه متوفره نعم. وموجوده وباسعار تكون بمتناول الجميع. نعم استاذ غسان ياسين مدير تحرير اورينتا نت بنشكرك، شكرا كثير لك ونهارك سعيد ان شاء الله. شكرا كثير لك.